عشان نبتدي نشتغل في انجلر بروجكت احنا محتاجين طبعا نكون سطبنا نود جي اس، ولما بنسطب نود جي اس اوتوماتيك بيتسطب معاه ام بي ام. طبعا في ام بي ام ده عباره عن نود باكج مانجر، فهفترض ان انت اوريدي سطبت نود وبالتالي طبعا اتسطب معاه ام بي ام. فتعالوا بقى نبتدي نعمل اول بروجكت بتاعنا عشان نتعامل مع انجلر ومع غيره من الفريم وركس او اي فريم ورك في الدنيا. غالبا بيبقى فيه حاجه اسمها سي ال اي تولز. السي ال اي تولز دي اختصار طبعا لكلمه كوماند لاين انترفيس، معناها ان انا بستخدم الكوماند لاين اللي هو البرومب بتاعنا ده عشان ابتدي اكتب له تعليمات فهو بينفذها. يعني مثلا بقول له اعمل لي ابلكيشن جديد، جنريت كومبوننت، مش عارف ايه. فانا بتعامل مع الكوماند لاين وبالتالي الموضوع بيبقى اسهل بكتير، بدل ما انا يعني اقعد بقى كاريت فايلز بايدي ومش عارف. لا، هو بيكريت لي الفايلز اوتوماتيك، وكمان ايه بيبتدي يموديفاي الفايلز اللي هي الاكزيستنج فايلز عشان تناسب الحاجه اللي انا عايزها. بيبتدي يحط مثلا الكود المبدئي اللي غالبا هيبقى نقطه الانطلاق بالنسبه لي زي ما هنشوف دلوقتي عشان انزل الانجولار سي ال اي. فطبعا هن ان بي ام انستول، وعشان احنا هنتعامل بالكوماند لاين هنسطبه جلوبالي. اي حاجه احنا هنأكسسها بالكوماند لاين هنسطبها جلوبالي. الكلام ده هيبقى مشروح طبعا في الكورس بتاع نود وتحديدا في الجزء بتاع ام بي ام. اي حاجه تخص انجلر موجوده في السكوب اللي اسمه ات انجلر. طبعا انا عايز انزل السي ال اي تولز، فهقول ات انجلر سي ال اي، هسيبه كده انستول. هو كده خلص واحنا بقينا جاهزين ان احنا نعمل ابلكيشن جديد، ولكن انا عايز بس انبهك ان مهم تقرا الوارنينج بتاعت ام بي ام وتصلحها. غالبا بيبقى في مشكله مثلا في يا اما في الانجنز يا اما في كونفليكت بين الديبندنسيز او كده، وتصلحها اول باول. طبعا احنا مش هنتكلم عن ده هنا، ده موجود في الكورس بتاع ام بي ام، لكن دلوقتي احنا هنركز اننا نكريت ابلكيشن جديد. كل الكومنتس بتاعت انجولار بتبتدي بان جي، ان جي طبعا اختصار انجولار، فكل الكومنتس بتاعتنا هتبتدي بالان جي وبعد كده اسم الكومبوننت او الكومنت. فاحنا بنكريت نيو ابلكيشن، فالكومنت بتاعنا اسمه نيو. هبتدي بقى ادخل الابلكيشن نيم بتاعي، فهنقول مثلا ديبو توتوريال. هنا بيقول لك اختار ال CSS Framework. انا بفضل ال SAS او ال SCSS. هو عبارة عن CSS العادي، ولكن بيبقى فيه شوية مميزات زي الميكسنز والفاريبلز وغيره. مش هتحتاج تغير لو انت ما تعرفش اصلا ال SAS، فمش هتحتاج يعني ممكن تكتب جوه فايل ال SAS ده كود CSS عادي، ومع الوقت وانت بتتعلم ال SAS تبتدي بقى تحسن الكود بتاعك. فهنستخدم SAS. هنا بيقول لك عايز تستخدم SSR وال SSG. زي ما احنا اتكلمنا من شويه ان في طرق كتير لعمليه الريندرنج، من اشهرها طبعا ان احنا بنريندر في البراوزر او بنريندر في السيرفر، وفي طرق تانية طبعا احنا هنحتاج نتعلم كل الميكانيزمز دي. ولكن يفضل ان احنا نفعل الاس اس ار هنا حتى لو احنا لسه ما عرفناش بالتفصيل هو عباره عن ايه. الاس اس ار بيساهم في تحسين الاس اي او والسوشيال فيزيبيليتي. يعني لما بتيجي تشير لينك من الابليكيشن بتاعك على موقع زي فيسبوك او غيره بيظهر البريفيو كويس، بيبقى فيه صوره من الموقع، بيبقى فيه التايتل والديسكريبشن وغيره. كمان جوجل ومحركات البحث بتقدر تارشف او بتاندكس الموقع بتاعك، فبالتالي فرصه ظهوره في عمليات سيرش بتبقى اعلى، بيبقى افضل طبعا في الماركتنج، بيبقى اسرع، بيبقى او الريسبونس بيبقى اسرع. ولكن احنا طبعا خلينا متفقين ان الـ SSR رغم ان هو مهم ما ينفعش نستخدمه طول الوقت، لا هو بيبقى ليه استخدام في حالات معينة، وفي حالات تانية هنستخدم استراتيجيز تانية. فطبعا احنا هنفعل الـ SSR باي ديفولت لغاية ما نشوف الصح نعمل ايه. اللي الكوماند بيعمله زي ما احنا اتفقنا ان استخدام الكوماند لاين انترفيس بيسهل علينا شويه حاجات. يعني احنا كان في العادي كنا هنكريت الملفات دي كلها هنا، وهو بيقول لك انا كريت لك يا عم الملفات دي، وكمان بينستول الباكجز، انا مش محتاج اعمل الامر انستول. فدلوقتي بقى نقدر نفتح الابليكيشن بتاعنا وناخد لنا جوله فيه على ما عمليه الانستليشن دي تخلص.